أعزائي المشاهدين عزيزات المشاهدات أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من برنامجنا رمضان زمان طبعاً هذا البرنامج يستضيف كثير من الشخصيات الاجتماعية وأيضاً آه في عدة مجالات ويناقش أيضاً المجال الذي ينتمي إليه هذا الضيف ثم أيضاً يتحدث عن كيفية, كيفية النشاطات وال. الأشياء التي كانت تعمل في رمضان سابقا وقديما ومقارنتها برمضان اليوم. طبعا اليوم في هذه الحلقة ضيفنا العزيز هو رجل عصامي من سكان السحيل، سحيل الطويلة. استطاع أن يتحمل جأش وتعب العمل الطوعي والتكليف الذي كلف به كعاقل حارة لمنطقته أو لحارته وكذلك عضو لمجلس المحلي بالمديريه. اليوم معنا الاستاذ عوض عبيديان اهلا بك استاذ عوض في هذا البرنامج. يا حيا وسهلا حياك الله ابو عيضه. الله يحييك. آه في بادئ ذي البدء ماذا تقول اولا في هذه الحلقه؟ اولا بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين على امور الدنيا والدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. في البداية أتوجه بالشكر لكل العاملين في طاقم قناة حضرموت وللزميل أحمد عيضة بنباري كما هي نجدها فرصة أن نتوجه للأهل والأحباب والأصدقاء نبارك لهم بمقدم الشهر الكريم شهر رمضان المبارك شهر العبادة شهر التعاون شهر التآلف شهر التقارب نجدها فرصة طيبة نبعث تهانينا عبر هذه القناة ولكل المشاهدين على قناة حضرموت شكرا شكرا أستاذ عوض طبعا أولا نتكلم على السحيل تغنى فيها كثير من الشعراء والأدباء السحيل أولا لو نظرنا في كلمة السحيل نراها برضو أطلقت هذا الاسم على كثير من المناطق في الوادي إيش منين جاءت هذه تسمية السحيل ولي كان يميز السحيل حتى أنه تغنى فيها الشعراء بهذه الأساليب السحيل وما أدراك ما السحيل كما قال الشاعر العيدروس السحيل الطويلة فيش عبد الصمد ما مثيله في المسايد معلمه من قواعد لا أذن المغرب عليهم قلد إيش من تحيره حيرت لا ايش من تنكره حيرتنا؟ من حيرتنا لزوع الاقاليم لزوع الاقاليم، نعم. جزاك الله, الله خير. الله السحيل هو لفظ يطلق على المناطق التي تاتي على مقربه من سفح اليبل نعم. وتتكرر هذه التسميه في عده مناطق. فنجد سحيل سيون ونجد سحيل في الغرفه، ونجد سحيل في شبام، ونجد سحيل في آه تاربه في تاربه، نعم. سحيلين في تاربه، السحيل الشرقي والسحيل القبلي. نعم. واذا السحيل في في تريم معظم مناطق وادي حضرموت تجد فيها سحيل حتى هكذا يتكرر الى مسامعنا ان هناك سحيل في مار نعم وهذا الاسم مرتبط بالموقع ايوه بحكم انه ياتي الى جانب الجبل نتيجة للسحول الامطار شابه ذلك نعم طيب لو نظرنا ايضا للسحيل والتكافل الاجتماعي فيه في السحيل تكافل اجتماعي موجود فممكن تبين لنا هذا الموضوع. طبعا اذا ذكرنا السحيل نذكر معه كثير من الكيانات ونذكر كثير من الاشخاص في الامر المتعلق بالتكافل الاجتماعي. السحيل يرتبط بحافه السحيل، السحيل وجمعيه التعاون، السحيل والمحسن محمد بركات الذي بنى مدرسه وساهم في صدقات للمدفع وفي كثير من الامور الخير. نعم. السحيل ومنازح او ابار الماء هذه الشرب اللي كانت، نعم السحيل ومسايده ومنافحها، السحيل والزراعه، السحيل واعمال البناء. السحيل يتنوع بهذه الاشياء ويتمتع بهذه الميزات. نعم، لو نظرنا ابرز الشخصيات الاجتماعيه في السحيل والشعراء والمغنيين. طبعا السحيل في هناك يتعدد في مسألة الشعراء والمغنين والمغنين نعم لكن السحيل أولا يتمتع في هناك أولا بأعمال البناء نعم فأسوة الجريدي بالسابق السابق كانت اشتهرت بأعمال البناء على مستوى وادي حضرموت نعم إلى جانب السحيل إذا ذكرت السحيل لازم تذكر فيها مستور حمادي نعم لازم الامان. فيها مست... تذكر فيها الش... المغني عاشور الشنن عاشور بشغوان نعم. لازم تذكر فيها ناصر بن ناصر نعم هذيلا من ابدعوا وتميزوا بشعرهم سواء في شعر المداره او في شعر الشبواني او في شعر الدان ولهم صولات وجولات ومعروفين على مستوى الوادي وخارج الوادي الله يحفظك ممكن تذكر لنا كم ابيات من شعر مسور طبعا شعر مستور كثير نعم ويتنوع بين شعر مدارة وشعر غزل وشعر آه وصف وشعر ايوه نعم مستور عندما غادر سيون نعم. كان له قوله جميله في 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 فتره سابقه افريقيا سافر الى افريقيا نعم فقال قولته المعروفه والمشهوره عندما ودع سيون نعم قال ودعت يا الطويله من طال عمره بايعود يعود نعم. سمحة طريقك المسافر لا ترجع إلا باليمينه كل انت يمل ما بات الناس ذكر سيون الله أكبر وقال قوله في هكذا في صديقه وزميله ومحبته الكبيرة في المغني عاشور الشن نعم شاقنا الصوت بو عاشور صب دمعي يرى دم ويت عاشور يصدح فوق قبر يشاهده ليلي زاره يعرفون, يعرفون نعم كان يحب عاشور كثير الى ان انه تمنى ان يكون شاهده فوق قبل عاشور الا ان الآجيال بيد الله عاشور توفى قبل عليه رحمه الله الحمد لله نعم يعني آه الاستاذ عوض آه لو خرجنا من باب هذا وجينا الى باب اخر وهو تكليفكم كعاقل حارة في منطقتكم آه تبين لنا مثلا ما هي مثلا الان واجبات او ممكن نقول الامور اللي يقوم بها عاقل الحاره في المنطقه الان؟ جزاك الله خير، الحقيقه الكلام هذا يعود نحن الى 95 في 95 جاءت فكره تغيير مساله الدفاع الشعبي بعقال الاحياء الاحياء نعم وتدور الفكره على اساس انتخاب عقال احياء في مدينة سيول نعم ويا مجموعة من الناس طرحوا علي الموضوع وقالوا أنت أنسب شخص ولازم ترشح نفسك لهذه المهمة من أي خدمة أبناء حيك نعم وبالفعل تم عقد اجتماع في المركز الثقافي في ليلة من ليالي في هذه السنة في 95 بالضبط وكان الحضور كبير وتم وقد رشحت نفسي لهذا المنصب انا بايعاز وتكليف من كثير من الاخوان وحزت على تقريبا اغلبيه الحضور ومن ذاك الحين وانا امارس مهامي والى حد اليوم منذ انتخابنا كنا موعودين في ان تكون هناك مخصصات لعقال أحياء وتكون هناك مهام محدده ولكن الى حد اليوم هذا لم لم تتوفر لنا اي مهام محدده ولا مخصصات وظلينا نخدم مجتمعنا واهلنا في هذا الجانب محبه لهذا الوطن ولهذا الحي والحقيقه الوقت الوقت الحالي تكاثفت علينا المهام نعم 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 اصبح عاقل الحي هو المسؤول على ادخال الماء نعم ومسؤول على ادخال الكهرباء، نعم ومسؤول على رخصة البناء، نعم ومسؤول على الأغاثة، ومسؤول على الغاز، ومسؤول يعني على كل المرافق توكل إلى عاقل الحارة وجعلوا عاقل الحي هو الضحية نعم كل جهة، كل جهة بما فيها المحاكم والجهات التنفيذية والمؤسسات في أي كبيرة وصغيرة المواطن راحت ختم عاقل الحي نعم. في حدوث في حالة حدوث أي مشكلة المسؤول عاقل الحي ال تتبرى كل الجهات وتتحمل المسؤولية عاقل الحي نعم نعم ونعود هكذا في 2001 تم تأسيس المجالس المحلية نعم وخرج قانون هناك اسمه قانون المجالس المحلية وهناك فقرة على أساس تحدد أن الوزارة ستتم ستقوم بتحديد مهام لل ولا حد الآن نحن في عام 2021 لم توجد أي مهام لعقال الله يحفظك الجانب الآخر أيضا من تكليفكم اه كونكم اه عضو لمجلس المحلي بالمديرية وكذلك أيضا عضو للهيئة الإدارية بالمجلس أيضا لو نظرنا للحكم المحلي هل نجد بأن الحكم المحلي حقق اه يعني مهامه فعلا وما يعني خطط له في المنطقة هل حقق مهامه يعني الحكم المحلي والمجالس المحلية نعم طبعا أخوكم منذ اول انتخابات نعم في 2001 وانا مستمر في هذه المجالس نعم الدوره الاولى بدات من 2001 الى 2006 وكنت عضو مجلس محلي وعضو هيئه اداريه رئيس لينه الشؤون الاجتماعيه نعم والدوره الثانيه من 2006 الى يومنا هذا عضو مجلس محلي وعضو هيئه اداريه رئيس للتخطيط والتنميه والماليه المجالس المحليه واهميتها لو قارنا بالفترات السابقة وفترة المياس المحلية ما كانت هناك خطط محلية نعم. وما كانت هناك موارد مخصصة للمديريات نعم. وكان الموارد كلها تهب إلى المركز وكان ياتي ما, سي ما يأتيك وإذا أتاك شيء بسيط في يكون التصرف فيه بدون تخطيط حسب رغبة المسؤول الفرد الشخص بتكون مبالغات حتى أيوة. نعم لكن بوجود المياس المحلية أولا كنجاح خصت هناك مخصصات أو موارد محلية لكل مديرية نعم إيرادات تكون إيرادات تكون خاصة نعم. للمديرية نعم. ما أحد يتصرف بها إلا مجلسها المحلي نعم ومن خلال هذه الموارد تعكس في خطة للتنمية لصالح المديرية نعم كمشاريع كمشاريع نعم خلال هذه الفترة نحن تدخلنا في جميع المدارس سواء على مستوى الثانوي وعلى مستوى الاساسي وعلى مستوى رياض الاطفال، حلينا كثير من المشاكل والقضايا، لما اتينا كان التعليم عندنا فتره صباحيه وفتره مسائيه، وكان التعليم عندنا مختلط، قضينا على هذه المشكلتين. مقابل انه في نمو كبير وازدياد في عدد السكان في الاقبال على التعليم. نعم. واكبنا هذا النمو هذا الازدياد. ولكن نحن نطمح الى اكثر ونطمح الى افضل والى احسن. شيء طيب ال... شيء عراقيل تجدها مثلا طبعا في جانب اخر في جانب تحديات يعني ايوه الجانب جانب المياس المحليه تاتي بجانب تنميه وجانب الرقابه واشراف. نعم الرقابه والاشراف تاتي على الاجهزه التنفيذيه. نعم وطبعا من ضمن المشاكل اللي واجهناها لما وصلنا الى المياس المحليه في مديريه سيون بالذات لم يتواجد مكتب تنفيذي على اعتبار ان مديريه السيرون انتقل وضعها من إدارات محليه او دارات على مستوى المديريه الى ادارات على مستوى الوادي والصحة نعم. وبقت المديريه بدون ادارات على مستوى المديريه وبدانا ناسس ونعمل لتكوين هذه الادارات وبالفعل لكن في مساله الـ 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 الاشراف وجدنا هناك عراقيل ومشاكل نتيجه ربما سببها اساسي الاحتكاك السياسي ايوه الزوايا ممكن نقول، الزوايا حتى مثلا الاحتكاك السياسي لا الزوائية بوجود مثلا المجلس المحلي بالوادي وب... لاجل المجلس يعني المحلي آه. بالمحافظه بالمحافظه م. نعم م. آه، الله اعزائي آه، المشاهدين طبعا الجاي يكون احلى ان شاء الله مع الاستاذ عوض ديان وفاصل ونواصل آه، خليكم معنا ان شاء الله أعزائي المشاهدين عدنا لكم مرة أخرى بعد الفاصل مع الأستاذ عوض عبيد ديان وتحدثنا عن دور المجالس المحلية في المديرية أو في المديريات بشكل عام وطبعا احنا هدفنا الآن فيها شكل من المقارنة بين ما كان سابقا وما كان اليوم الاستاذ عوض من نظرنا مثلا سابقا وجدنا انه في هناك كانت مجالس ما يسمى بالمجلس البلدي ما تسمى ايضا لجان الدفاع الشعبي ما يسمى انه في كان في حكم محلي الا كان مصغر لكن لو نظرنا اليوم المقارنه بين هذه وهذه كيف نجد مثلا طبعا كل زمن وكل فتره لها سمتها نعم في الفتره السابقه آه كانت توجد البلديات نعم وتتمتع البلديات بمهام واختصاصات عديده نعم. وتقوم باداء مهامها بشكل منضبط وبالمقابل في نطاق او في دور عقال الاحياء يوجد منظمه الدفاع الشعبي. نعم. منظمه الدفاع الشعبي تتكون من عده مكونات لينه مركز لينة حي ولينه وحده ولينه نعم. مديريه ولينه وادي واصبح يقوم بهذا الدور شخص واحد اللي هو عاقل الحي. أيوة. كانت لها مقرات وكانت لها ارشيف وكانت لها ليان وإختصاص لرئيس الشؤون الاجتماعيه، رئيس الحراسه والرقابه، رئيس التربيه نعم. والتعليم، نعم. عده ليان وفي قبلها و... شوف ايام يمكن ايام يعني السلطنه كان برضه في هناك ما يسمى المجلس البلدي المجلس البلدي نعم برضه المجلس البلدي كان كان في... بالنسبه لل... لاعمال البناء وبالنسبه للاسواق وبالنسبه يشرف شراف كامل ويقوم بمتابعه اعمال البناء بعملية دقيقة بحيث أن المباني كلها تكون في في نسق جيد نعم. الخلف مقابل الخلفة والطاقة مقابل الطاقة والمستوى السقوف تكون واحدة نعم. إلا أن احنا الآن تعددت المرافق وسلبت كثير من القضايا والمهام من البلدية وأصبحت اسمها الأشغال العامة والطرق نعم. وضاعت هذه المهام تحت مسمية التخطيط الحضري والتخطيط وضاع كل شيء من التخطيط هذا يعني كل شيء الله ان شاء الله آه طبعا الاستاذ عوض آه نعود الى موضوع رمضان وما ادراك ما رمضان آه رمضان عندنا طبعا آه في مظاهر موجوده كانت في السحيل مظاهر طيبه جدا كانت لو نظرنا اليوم انها ان هذه المظاهر يعني ايش المظاهر اللي كانت موجوده وانتهت اليوم كنا نتمنى انها تظل هذه المظاهر طيبة رمضان طبعا زمان كانت حضرموت الوادي دوله واحده. نعم. كنا نستقبل رمضان من مسجد السحيل اللي هو مسجد السيد احمد. ايوه. ننزل قلنا الى مسجد السيد احمد ونشاهد ابائنا والرجال يترقبون يترقبون الشهر نعم وفي حينه تاتي الفتوى رمضان او لا. عيد او لا نعم. وتنتقل الناس بفرحتها رمضان يا يا حيابه او تنتقل فرحتها بالعيد وينتقلون الناس الى قصر السلطان نعم. وتعزف الطياله وتضرب المدافع وكانت رمضان هذا كان... المظهر انتهى ايوه هذا انتهى كله ايوه الى جانب كان المدفع نعم اه في رمضان وقت الافطار وقت السحور نعم الى جانب كانت حياه الناس فيها كانت بسيطه نعم كنا نسمر ليليا بالفانوس نشعر بسعاده أو رمضان او ما قبل الفانوس اه نشعر بسعاده رمضان وفرحه رمضان التريك كل ليله يولع تاتينا تاتي ياتونا بالمكسرات نعم هذه الحمد لله رمضان نكون نحس انه الحياه الناس بدل ما تجتمع بالنهار تجتمع بالليل بالليل نعم حياه بسيطه كلها نعم نعم الصلوات كانت تؤدى نظام الصلوات ربما تغير كانت الصلوات صلاة التراويح تؤدى في اخر الليل في كل المساجد. نعم. والناس كلها تجتمع في صلاة موحدة صلاة العشاء في مسجد طه. نعم. ينتقلون الناس كلهم في إلى مسجد طه وينتقلون الأولاد وكل واحد معه كشافه حقه يشوف الطريق و والناس يجتمع عند بيمبني المسجد بكشافاتهم قال نعم. قال كشافات يصلي المنارة قال في تنافس حتى في <applause> أيوة. آه. البيت الرياضي آه. بعد وبعد الصلاة هذه الناس تنتقل إلى المسامرات والمشاهرات والزيارات نعم. آه ياتي بعد في آخر الليل تقوم الناس نعم صلاة التراويح ايوه وبعد صلاه التراويح تتهيا تنزل من المسجد للسحور للسحور آه. وياتي المسحراتي المسحراتي وهذا هذا ما عاد موجود السحر. لا لا حد الان ما عادش للان ما عادش موجود مسحراتي آه. يعني هذا من ضمن الاشياء الذي نعم لا زالت موضوع الختومات لا زال موضوع التشاهير لا نعم. زال موضوع العزومات في رمضان الناس نعم. نعم. تتقارب تتالف نعم. تتعازم ايوه نعم لازال هذه عندنا الختومات كل من من سبع رمضان نعم ليله السبع ليله ختم سبع وتسع 11 ايوه 13 أه 15 عشر. عشر. اكبر ختم عندكم عندنا ختم النص آه في النص آه. هذا ختم النص هذا ختم بعلوي ايوه وختم بعلوي يتميز بهذا الروشن وبيتهم المشهور بالرواشين ايوه معروف مشهور هذا ختم النص ختم كبير عندنا نعم تاتيه الناس من كل مكان نعم ويستمر هذا الختم حتى الى فتره مسائيه يعني، كان الختمات العاديه البسيطه هذه فتره العصريه نعم آه آه. آه ايضا آه شيء ايضا فقدناه في رمضان الجلسه الاسريه اللي كان يجلسون الابناء حول كبار السن حول الجده والجد ويأخذون آه من تجاربه ويستمعون لحكاياته هذه هل هذا موجود اليوم؟ اليوم يا عزيزي وقبل اليوم اولا شغل الناس التلفزيون نعم لكن ياتي الان يتل... آه يأتي التلفون وشغل الكل لا, لا اله الا الله كل واحد لحاله قريبين في الاجساد نعم. بعيدين في الاذهان نعم لا اله الا نعم. الله نعم وهذا هذه اللي كنا يعني نتمنى نعم. انها تظل ال... ال... صحيح ها؟ صحيح فقدناها فقدناها ال... كثير نعم والله آه ايضا آه في اكلات خاصه في السحيل هناك تعمل في رمضان أكلات خاصة ما إنما كل الناس ربما حضرموت كلها تتميز رمضان بالشربة نعم بالسنبوسة ايه بالمقليات هذه ايوه آه البقل يعتبرونه أساسي في الـ في الإفطار في الإفطار نعم هذه ربما آه الفلاح يتناولون حسب ظروف الناس آه نعم يا رز يا خبز لكن ألعاب في موجوده في السحيل كانوا يلعبوها في سنكم انتم في شبابكم في طفولتكم. كانت في رمضان تبرز العاب الورقه هذه ايوه والعاب الضمنه نعم. سم قبلها يسمونها العاب الظل. قبل الالعاب في العاب كانت حركيه موجوده. ربما ما هي في رمضان هذه السروسري نعم. والقله نعم وكثير كان من العاب. الـ الـ لعب الدقس ايوه هذه كان ما هي ما في رمضان نعم كان قبل كان رمضان كانت قبل رمضان كان رمضان فيها الورقة, وال... الورقة والضمنة نعم. هذه والسقل يلعبون فصوص على قولهم هذه نعم نعم آه زي ما قلت ايضا التفاطير لا موجوده عادة تفطير الصائم آه طبعا بالنسبه عندكم ما في مثلا تجد مثلا تفطير صائم عام يعني على اطار المساجد كانت خاص يعني في كل مسجد معين في افطار صائم يكون مثلا او شيخ او مثلا احد آه اهل الخير يعني عملها كمل قاعده معينه في عندكم مثلا لا توجد قاعده ثابته انما بين لحظه واخرى نسمع انه افطار في المسجد هذا افطار في المسجد هذا والمحسنين كثير ويتوزعون بين هنا وبين هنا والافطارات مستمرة في البيوت نعم ويتمعون على قليل وعلى كثير مهم القصد ما القصد إلا أن يكون إتماعنا نعم وما الأكل إلا لذة للبهائم لا الله أكبر كلمة أخيرة تريد أن تقولها أستاذ عوض في هذه الجلسة هذه الحلقة كلمة أخيرة المعاناة التي يعانوها الناس الآن من هذا الوباء المنتشر هذا الوباء الذي زبع الخوف الناس نسأل الله العظيم أن يرفع عنا هذا الوباء نعم آمين يا الله نسأل الله العظيم أن يرفع عنا هذا الوباء نعم نسأل الله العظيم أن يرفع عنا هذا الوباء إن شاء الله ونكون في شهر رمضان آمنين نكون من صوام وقوام إن شاء الله من نعم اعتقاه الله من النار نعم الله. أيها الإخوة المشاهدون أيها الأخوات المشاهدات نشكر الأستاذ عوض عبيد ديان عاقل حارته وكذلك عضو الهيئة الإدارية بالمجلس المحلي بمدير صيون على تجسمه وحضوره إلى هنا وأيضا استفدنا منه كثيرا حول ما طرحه حول السحيل وما أدراك ما السحيل وكذلك أي شيء المظاهر الرمضانية في سيئون وفي السحيل بشكل خاص حتى الملتقى في حلقة القادمة نشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته